قضية المسجد الأقصى، قضية فلسطين، قضية الأمة، قضية قرآنها، قضية رسولها، قضية حريتها، قضية وجودها كله. وإذا كان يوم القدس نتاج هذا كله، وكل ذلك لا تعيره كثير من حكومات الأمة أي درجة من الاهتمام، بل ترى فيه منافاة لوجودها، فكيف سيكون موقفها من إحياء يوم القدس الذي يستدعي معه كل هذه القضايا ويثير الاهتمام بها؟